ودرس الليلة عنوانه الطاعة في كتاب الله، والمعنى كيف جاءت هذه المفردة في كتاب الله جل وعلا. وهي قد جاءت على طرائق عدة، نحاول أن نجملها فيما يلي. منها طاعة قدرية لا اختيار لأحد فيها. قال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال جل وعلا لما ذكر خلق السماوات والأرض: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا أمر يلحظه المؤمن في كل ما يكون، فالقمر يخسف والشمس تكسف، ثم يكون بعد ذلك انكدار ومور وتكوير، وكل ذلك بتقدير العزيز العليم العلي الكبير. وهذا كله مندرج في الطاعة القدرية التي ليست مما يجري عليها فيه قلم التكليف، وإنما قلم التكليف يجري على الجن والإنس في الطاعة الاختيارية التي لا تخرج ولا تنفك أبدا عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن ضل فإنما يضل بعدل الله، ومن اهتدى فإنما يهتدي بفضل الله.